أنا باسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. أنا باسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، لحضور حفل ختام النسخة الثانية من برنامج سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للقيادة، الذي شهد مشاركة 23 شابا وشابة بتنظيم من مؤسسة ناصر بن حمد. قد أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بما حققه البرنامج من أهداف عكست تطلعات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتخصيص هذا البرنامج لدعم طموحات القيادات الشبابية بتطوير المهارات والقدرات التي يمتلكها الشباب البحريني لتحمل القيادة والمسؤولية. وأكد سموه أن البرنامج تضمن سلسلة من البرامج التي تساهم في إعداد جيل جديد من القيادات الشبابية ولتطوير قدراتهم في عدد من المجالات الرئيسية في تنمية الشخصية ومهارات القيادة. وأضاف سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن مبادرات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ساهمت بتهيئة الشباب ليكونوا قادة المستقبل، والتي تتناسب مع توجهات القيادة الرشيدة بإعداد القادة من الشباب لتبوؤ المناصب القيادية. وقد وجه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الشكر والتقدير لجميع المشاركين من الشباب البحريني في هذا البرنامج، متمنيا أن ينعكس ما اكتسبوه من مهارات جديدة على حياتهم الاجتماعية والعملية. وقد قام سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بتوزيع الشهادات على المشاركين، متمنيا سموه التوفيق والنجاح لتحقيق طموحاتهم. هذه كانت فكرة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وكانت رؤية سموه في تشجيع شباب البحرين لتطوير أنفسهم في القيادة. وتم وضع برنامج بدأ في مارس من السنة الفائتة، وهذا البرنامج الثاني، حيث تتمحور رؤية سموه في أن يتمكن هؤلاء الشباب من خلق الفرق في مملكة البحرين. أهمية البرنامج تكمن في الحقيقة في إعطاء الشباب البحريني فرصة لرؤية أنفسهم ورؤية الفرص التي من الممكن تحقيقها في قيادة أنفسهم أولاً وقيادة المجتمع، حيث يتم تدريبهم ليكونوا قادة من خلال برامج حل المشكلات الذي يتكون من مجموعات، ويكون لهم مجال للرد والتحاور مع بعضهم البعض، حيث يمكن أن يتعلموا أكثر عن أنفسهم وعن صفاتهم القيادية. حبيت أنتهز هاي الفرصة لتقديم الشكر سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لهالبرنامج الرائد والفريد من نوعه، واللي يعزز المهارات القيادية لدى الشباب البحريني، نكون خير سفراء للمملكة في المحافل المحلية والدولية.
أهم شيء تعلمت من البرنامج أن القائد قبل ممكن هو يقود الآخرين لازم يكون قائد لنفسه أول، فمهم أن القائد يعرف نفسه على أساس أنه يقدر يقود الآخرين. وطبعا يعني في مهارات عدة أن القائد لازم يتميز بها، منها طبعا الثقة بالنفس. طبعا كوني مشاركة من ضمن النسخة الأولى لبرنامج ناصر بن حمد أضاف لي برنامج ناصر بن حمد للقيادة تغيير شامل في طريقة التعامل في بيئة العمل وطريقة التعامل مع الناس وبيئة العمل نفسها، شلون تقدر تساعد على أنك تطورها، شلون تقدر تتعامل مع الناس اللي أنت تشتغل وياهم. أضاف لي إضافة ما أقدر أنا كإنسان أني أتغافل عنها.